بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. النهارده بامر الله هنقدم مجربه قويه جدا ومهمه جدا بثمره واحده، مكون واحد اساسي اللي هو دوت اللي هو البتنجان يعني او الباذنجان، وجبنا الشكل دوت علشان نبقى عارفينه. بثمره واحده هنتخلص من مشكله السمنه، من مشكله الدهون. ومشكله السمنه ومشكله الدهون، دهون البطن ما بتقتصرش على حد هي بس، ولكن لها متعلقات اخرى وبتؤدي الى امراض اخرى خطيره، بتاثر على الكبد وبتاثر على القلب، بتاثر على الصحه بصفه عامه. ثمره واحده، مكون واحد، تكلفته بسيطه جدا، ولكن الطريقه قبل كده احنا قدمناها في حلقة بطريقة تانية كانت نجحت مع الاف من الحالات، الاف اعداد كبيرة جدا نجحت معاهم. احنا هنقدمها المرة دي باسلوب يعني مختلف شوية وتفيد اكتر ايضا من المجربة السابقة، لان احنا هنستخدم كل المكونات بتاعتها. هنبني مع بعض نشوف ايه الطريقة. هي ثمرة واحدة يوميا من البتنجان، بنجيبها مثلا تكون في الحجم ده، اقل شوية اكبر شوية مفيش مشكلة. بنقطعها قطع صغيرة في الحجم ده وبنسلقها، يعني نضعها على النار، بنضيف لها 2 كوب او الى 2.5 كوب من الحجم ده، بنضيفها للي احنا لقطع البتنجان المتقطعة وبنسلقها، بتطلع معانا بالشكل ده. طيب بعد ما بتطلع معانا بالشكل ده احنا هنتعامل معاها معاملة تانية. ليه بقى؟ ليه البتنجان؟ لان البتنجان فيه ماده بتمنع وبتقاوم اسمها السابونين، بتمنع تراكم الدهون، زائد ان هو بيحتوي على الياف، والالياف ديت بتحسسنا بالشبع، علاوه على كمان ايضا ان هو نسبه السعرات او كميه السعرات السعرات اللي فيه قليله جدا، زائد ان هو كمان ايضا من مميزات البتنجان في الموضوع بتاعنا النهارده انه لا يحتوي على قدر يعني كاي نسبه ولو ضئيله جدا من الكربوهيدرات، فهنا هو انسب شيء نستعمله لعمليه حرق الدهون للمكونات اللي فيه ولطبيعته. بعد ما بنسلقه بالشكل ده هنيجي نضعه في الدوره بتاع الخلاط، وانا حبيت نعمله قدام بعض عشان يبقى ايه يعني الامر شايفينه سوا مع بعضنا عشان بعض الاسئله. خلاص احنا وضعنا كده وبنضعه ايه على عمليه الخلط يعني او الفرن، وبنبدا بالتدريج. احنا كده فرمناه حولناه لسائل لمستحلب، ممكن استعمله على كده. طب انا عاوز طاقة اكبر، عاوز سرعة اكبر، استفاد بحاجات تانية، اضافات تانية، ممكن نضيف له ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. وليه الكمون المطحون؟ طب ممكن حد يقول لي ممكن نستعمل بديل؟ لا، الكمون المطحون، لا، الكمون ايضا من له استعمالاته في حرق الدهون وله فوائد. يبقى ملعقة صغيرة بالحجم ده نضيفها للمجربة بتاعتنا. وايضا لو حد من هواة، ودي نصيحة قوية يا جماعة ما نستقلش بيها، من هواة او اللي متوفر عنده خل التفاح، مقدار ملعقة كبيرة من خل التفاح، لازم خل التفاح يا جماعة، مش اي خل، مش الخل الابيض او الصناعي، لا، خل تفاح طبيعي. بعد ما اضيف الاضافات بتاعتي ديت انا بديله كمان ضربة كده، كده اصبح جاهز عندي الايه المجربه بتاعتي دي يوميا، بتستعمل يوميا يعني كل يوم المقدار ده كل يوم. بعد ما اعمله بالطريقه ديت هجيب دورق نظيف زي ده واضيف وافرغ فيه الايه المكونات اللي انا عملتها المجربه بتاعتي النهارده. طيب كده خلاص هي اصبحت جاهزه للاستعمال. طب الاستعمال بقى، الاستعمال 3 اكواب يوميا، يعني المقدار ده نقسمه على 3 مرات، مرة قبل الفطار بساعة، ومرة قبل الغداء بساعة، ومرة قبل العشاء بساعة، ويا ريت نستكفي بها في العشاء، يعني نكتفي بالكوب واحد في العشاء. وممكن لو إذا حبينا نضيف أي إضافة ممكن ناخد بتاع علبة زبادي أو يغورس، ما أعرفش بيسموه إيه، الزبادي يعني اللي هو اللبن الزبادي يعني، ممكن ناخدها مع الكوب. طيب حد بيستاخد وجبتين اتنين في اليوم، يبقى بقسم ديت على 2 مرات في اليوم، ممكن أشربها على 4 مرات، ولكن المفروض إن أنا باخد الكمية ديت قبل الأكل بساعة،
بحيث ان هي بتعطيني احساس شويه بالشبع. طبعا هنيجي هنا بعض الاسئله اللي كانوا بيسالوها، هل ممكن اكل اكل عادي؟ لا يا حبيبي، انت لازم برضه هند ايضا مع يعني تساعد الامر انك عندك مخزون من الدهون في الجسم عاوزين نخلص منه. يبقى ايه اللي بيسبب الدهون؟ السكريات والنشويات. بقلل قدر الامكان، يعني انا لو باكل طبق رز بالحجم ده يبقى اخد نص الكميه، باكل رغيفين عيش يبقى اكل رغيف واحد، بشرب الشاي باتنين معلقتين سكر مثلا زي بالحجم ده يبقى اخليها معلقه واحده. هنا هيبدا الجسم يعوض من الدهون اللي موجوده في مخزونه في الاحشاء والاماكن دي. واتمنى الفايده، وصدقوني المجربه دي مجربه جميله جدا ومفيده جدا وعظيمه جدا وثبت نجاحها، وان شاء الله كتير منكم هيجربوها. وانتظرونا في المفاجاه الجايه، هنقدم لكم ايه مجربة هتفيدكم جميعا. وإلى اللقاء في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.